طيب هذا مسيب الجلبة هذه أصلاً ده لاو المنقول في بانجين قل ده دو نيا وجه أحكام التجويد نقول ده نمر القرآن الكريم كو جنجل ده كو ده نقول ده دو نيا وجه أحكام التجويد كو ده القرآن الكريم كو ده نقول ده جيب نيا دون نار محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلا نقل جنجو القرآن وفانتي وكو جنغتي القرآن أم يتو هم جنغل دي القرآن أم إليه نياوجة تجويد نلال صلى الله عليه وسلم ماكي زين القرآن بأصواتكم كل إليه أودو القرآن هيتو جيمون دين لابن إليه أودو القرآن هيتو جيمون دين إن الله جميل يحب الجمال الله لبا دمهيدك لبا هاري يونت دوم جنب القران اوم هارا نو هانا جنجيره نو هار اون تيغي هو جار نو لا نو ورت القران ترتيلا ريون ديري القران نو هانا ريون ديري نو ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي هاري القران اوم نا اون تيغي هو لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه كما نتيبي دوم من دون سابي هاي الدين إن كذي هاي القرآن كدوي أنتي جنجرتهم هاي من عبد بنجول يوغا إن الدنيا وجه قل أعوذ برب الناس قل أعوذ همز عينهم أعوذ همز كيلتك كمن أقصى الحرق أي من أبعد الحرق أما عينهم أنكوا يلتقى كمن وسط الحلق إذا تقاربا في المخرج الحرفان تقاربا في المخرج كلف الأوليدي لبت لريك ولا يلتقى دم همزون عينهم ويأنتي إتو يلتنا همزون كودوا يلتقى دم عينهم أو يلتنا مكودوا يلتقى دم واندي إن يوتينو إن يجند من الفكرة ويدي في أنتي واو جانغو دي اودو القران كو سيلي كو فوكي دي دو كالفي واو اندو غول كو هونتو دي دوا يالتو دي اونتي كي يالتي نا دي كو دي دوا يالتو دي دو كو وادي اودو مخارج الحروف كو هو دي جيا دي اون دي هيتو دي اي هيمو دي سو انتي كي سيلي دي دار كالفي دي اني دو حقو دي همزة عينو فو نانو كون غوتو يالتتا واتاوي دي دون دو شابي اويا أ كيعو دم ويطلب من أقصى الحلق ويطلب من وسط الحلق إذا قلنا ابن الجزري يروي وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات أي لينطقوا بأوضح اللغات بأفصح اللغات أواتا حمد الإنجل لا بنجل سيكي إيدو كلف با سلالي إيدو كلف سلالي أواتا حمد الكلاب كما كلف الله هنو جيا إكو بنة معنى القرآن سنسب الكلف دين ساسنسيتم كلف دين مثلا كوية نو ثا أجنجي سا أقول نجوني معنى القرآن ونقول قال سبحانه وتعالى مثلا إذ كنتم قليلا فكثركم في سورة الأعراف مجنجل إذ كنتم قليلا فكثركم هذا معنى مفهوم قال سبحانه وتعالى إذ كنتم قليلا ثم نقول نقول سيدا بأن نجوني معنى فكثركم ودوت إنه نقول ثاؤم جونان سأبوني أنثى أوين تيمو أجنجين وساء هل أسانسي معنى فانا لأنهم هل أعطي معنى بو أبي إذ كنتم ثم نلاقي لهم أن جدوا من قليلا أنسينا مني فكسركم ومنكم منكم وحلقهم فموضوا إذا هل معنى أنبون لأني أعطي معنى غير المراد كل ودي هل كلا جنجو القرآن الكريم كلا جند دا جنجو القرآن الكريم يؤتي أوكي دو ها أواوا هبو دي دو كلف تاو
فده هو السوء اسمه ها كلف إن لونا كلف سلو ده كراهو ها الواوا بانغو ده الواوا بس هل في الكرا الواوا يلتو ده كنهاني يلتو ده لون تونون جيا إكو واللي تتونة لون في يوهيم جندة في ولا لا ولا نيلو ده إذن إذن قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب أنت جبت ممتع ب الباء يتصف بصفة الشدة قل أعوذ ب برب راء كذلك وموت انتهى لأنها مفتوحة برب الناس نون أنظر ونون مشددة إذهاب الغنة وغنى ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا وأدهن الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا هذا من كلام العلامة ابن الجسري رحمه الله إذا نون كرر نون مشددة ما ميم مشددة على يدين وديدي كل إذهاب الغنة ملك الناس ملكي كاف أم أنت يبان جنا حركة أم ملكي يوتيون دي عند في تلما إتمام الحركات تم من قول دي دو حركات هاودي ولا الاختلاس الكاف ملكي ملك الناس يولي في دون النام إله الناس من شر وانت جنين كيودو كنا قلنا نبيت إخفاء الحقيقي نون ساكن أدى بعدها شين والشين حرف من حروف الإخفاء الحقيقي من شر الوس الوس أرون تجيب يالي الوس واسي الوس سين أندو يتصف بصفة الهمس فحثه شخص سكت سين قصيفة تقبيت يكون همس الوسواس سيادرة ذكري يلتي نكتوز سين ودامة هل السكون يمكن أن يكون في قبيت يكون صفة الحروف لن نكتب ما أنتك نلا إمودون لن نجاك والدك أنتك في جنة يدفير الذي يوس 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 في صدور الناس يوس هل أنت يبيالي يوس يوس لا يوس يوس سلا يوس 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 قلت لي نمدى يدر كلف الحروف المجزومة الحروف المجزومة توزو يدر قلت لي إتو ها أو أوا جو كتابون إيه ها وأكتالي كراهكم ولم تجنوا تقول صفة حرفهم مؤهانا جنوا تيرهم إذن هلأي إن كتب إن يومي تيتو ونسير إمودهم هلأي بيتام ونو بلتير هلأي قدر قل من الجنة والناس والناس ودوكم الدعاء للسكون هلأي يتفين يتيدو يتبك هلأي قالوا بيدين مدوءن عليه عليه سمدوءن سكونن عارضن هرينن كو مدوء عارض للسكون المدوء عارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد سكونن عارضن سكونن عارضن طيب هري أطيني سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق فلق هل أنت تجيب هذه فلق لا فاء وناء مودي تيرو الفاء يتصف بحروف الاستفالة وجعل كلف سون تيرو فاء وجعل كلف سون تيرو هل أنت تجيب مودي نادي فاء إذن قل أعوذ قل أعوذ ولينا في ما كنا قل أعوذ برب الفلق برا برا لا أمرنا مو
الفلق فلا هذا هو الفلق هذا أنت قد قدمونا للام أدا قاف سب قاف الفلق هذا أنت قد الفلق لا قل أعوذ برب الفلق الفلق طيب من شر غاسق إذا وقب هل توزو الفلق قلقل ونكو سكت القاف ونم نعلم أنهم كلف قلقل دين كده جوي نبي هذا قطب جدن قلقلة قطب جدن هل هذا كلف جوي ووتر إمجة سوى داما قول في وسط الكلمة هل فهم علي وسط الكلمة هل أمم قويتك قلقة الصغرى أما سيون تيجي ذلك ووتر إليه الكلفة في آخر الكلمة هل أمم وني قلقلة كبرى إذن القلقلة تنقسم إلى قسمين قلقلة صغرى وقلقلة كبرى هل يكون نوني جديد يكون سندتو قلقل صغراهم ستي حرف عليك وسط الكلمة قلقل كبراهم ستي حرف لأن ولا مسكون ذلك في آخر الكلمة قل ابن الجسر به وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا هل يكون في ذلك هل يكون مقلقلة هل يكون كلمة قلقلهم ومن شر النفاثات توزو إن يوتين في مقنانه ويدن نون ساكن أتى بعدها شين نون ساكن علي علي اسم مقنان شين هذا الشين وجياله حروف الإخفاء الحقيقي إذن من شر النفاثات لو كان يقول لك يجيته شدة ونون يوتينانه في مكو إذن النفاثات في العقد سيادلاته في العقد هريك قلقلة وانت يقولي ايه دمرد هري يقول كلف قلقلة يوتي في مجة كلف يوتين لهندك دي ان ذلك يقول حرف القلقلة في العقد إن عندي ولا ما تقولون هذا قلقلة كبرى أما سوني في وسط الكلمة هذا إن عندي تقولون قلقلة صغرى أنا كريء حاسدين إذا حسد جوني بين حاسدين إذا حسد نعوى لبوكا النظام هذا قلقلة إظهار الحلق حاسدين إذا تنوين أتى بعده همز والهمز حرف من حروف الحلق هاي تنوين أري أريس تنوين أنهم همز أوضو همز هاي أوضو كجياد كلف إظهار الحلق هاي أنهم كيفلين ونا يلونك وأتاويد حاسد إذا قيامين حاسد إذا حسد هذه أعطينا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد سينجو كذلك قل هو الله أحد لله أحد لله الصمد سينجو كذلك هذه أنسونا اللفظ الجلال أما سين إمتك الله الله الصمد دون إمامون لي لفظ الجلالة ومن هو إنهم هذه كلمة الله وين الله أري هذه أدو لفظ الجلالة يوم هذه فتحة هذه تصابهم فتحة ولقوان إمامون لي إن الله لي كلمة لفظ الجلالة أري أدو مكو فتح ما نضم هذه الأمم كل مونين أما سألي كسرة هذه الأمم كل سونة نعم الشاطبي يوتي لنا قصيدة مقومي وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا
كما فخموه بعد فتح وضمة. إذا كما فخموه كل القضاء كما فخموه بعد فتح وضمة. أم باسي إن جبتني قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد. هل يدوم إن هبي جوني وين تنوينهم عليه أوكي تنوين كلك عليك عبارة عن نون الساكنة زائدة. طيب علي الآخرين لفظ الجلالة الله هم أنهم همزة الوصل والنون كذي وساكن. إذن تهيون هاولا دري سكونو جديد سي سكونو جديد هاولا دري كلمة تنقى الأعرب هاري حد لكذي أواوة جنب دبل إيدو سكونو جديد فكيا ويا بن تؤي سكونو في أواو جنب دي ويطو وين أحد نلا أحد نلا يونيك ضم بوتو ون ودكو دالي أحد ويا ون تم وتم جوني فتش الليل وال أحد نلا الصمد جون بيتمودي هم بدي جون كسر جون وانتي الله كل جلالة يوم هنلك لي أن الله كل جلالة كأسون تيرو وين كفوتي تقول الله دون كأمون تيرو أما سأجوكي دلي ونفك يا أحد الله الصمد دون هذا أسوني الله كل جلالة لم يلد قلق لهم علي ولم يولد قلق لهم علي. إذن قلق لهم أن يوتي في منان ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كله هل أنت في آل كله انظر كو إدغام بغير غنة هذا قريبة حفص نعاصم من طريق الشاطبية كو أنه يجنب ده. طيب هذا كو إدغام بغير غنة نون ساكن علي علي يس نون ساكن لام لام كجي هذا إدغام بغير غنة ولم يكن له كله كفوا أحد كفوا أحد وان أحد لو كان تنوين علي علي يس تنوين همز همز كجي هذا من الحروف الحلق هذا كجي هذا كلف حلق ده منذ قوة دون إظهار كفوا أحد هل أنت كبير كفوا أحد من كتاك ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كلف إظهار وكلف جيغو همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء أو بيتكو إن غاب عني حبيبي همني خبره في الشاطبية ألا هذا حكم عم خاليه وفلا. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وسلم. سنلتقي في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.